Effects of viral infection on cells. تأثيرات الإصابة الفيروسية على الخلايا. تبعات الإصابات الفيروسية تعتمد على تداخل بين عدد من العوامل الفيروسية وعوامل المضيف. التأثيرات البيوكيميائية والتركيبية اللي ممكن يأثر بها الفيروس على خلايا المضيف كبيرة. كنتيجة لتضاعف الفيروس هنالك تأثيرات مؤذية وعميقة في الخلايا واللي تعرف بالcellular cytopathic effects، يعني الاعتلال الخلوي، تأثيرات الاعتلال الخلوي. هذه تتطور في الخلايا وممكن تكون مايكرو يعني تأثيرات دقيقة أو ماكرو كبيرة وواضحة، ممكن أنه تسبب degenerative changes يعني تغيرات تراجعية، يعني تراجع العضو أو الخلايا راح تتراجع بوظائفها لأنه هي راح تحدث بيها abnormalities يعني تغيرات تكون هذه الخلايا غير طبيعية وبالتالي تؤدي إلى موت الخلية. في بعض الأحيان لما يبدأ الفيروس بالنضج يعني راح يتضاعف داخل الخلية، تتكون مكوناته حتى يبدأ يتشكل أو تتشكل الجزيئات الجديدة للفيروس، تكون العملية غير كفوءة يعني تتراكم مكونات الفيروس داخل الخلية وتكون جسيمات تعرف بالinclusion bodies يعني الأجسام الضامة أو المنضمنة بداخل الخلية. أيضا في بعض الأحيان الخلية ممكن أنه ما تتدمر أو ما تتضرر بوجود الفيروس، يعني الفيروس راح يغير الخطة، بدل ما يخرج من الخلية ويحطمها لا راح يستغلها أكثر، راح يبقى بيها لمدة أطول، فبالتالي تكون الإصابات persistent دائمية، وممكن هذا الشيء راح يؤدي إلى أنه عملية الأبوبتوسيس. الأبوبتوسيس هي genetically programmed event makes cells undergo self-destruction، يعني هي عملية الموت المبرمج للخلايا أو الانتحار المبرمج للخلايا، يعني الخلية تبرمج نفسها بأنه هي راح تقضي على نفسها. هذا الأبوبتوسيس، هاي العملية راح يكون منه اللي حفزها؟ هي الفيروسات اللي أصابتها وبقت بيها لفترة طويلة هي اللي راح تحفزها أو يعني تدفع الخلية لاختيار الانتحار. بالتالي بعض الإصابات ممكن تأخر عملية الأبوبتوسيس بالخلايا لوقت ممكن يسمح لها أن تنتج العديد من الأجيال، يعني الـ high yields of progeny virus راح تنتج جزيئات وفيروسات جديدة بكميات هائلة، وبعدها يعني من تقرر الفيروسات تتحرر من الخلية أو تسهل عملية انتشار هذا الجيل الجديد من الفيروسات لخلايا جديدة، راح تبدي عملية أو تحفز عملية الأبوبتوسيس. بما أن محاضرتنا هي عن التأثيرات اللي تسببها الإصابات الفيروسية على الخلايا، راح نأخذ هذه التأثيرات بشكل عام. أول التأثيرات هي morphological alterations يعني التغييرات بالشكل أو هيئة الخلايا، وهذا شيء مؤكد من دي يدخل الفيروس للخلية دي يغير من صفاتها المظهرية كلها. ثانيا lytic infection أو cytocidal infection يعني الإصابات التحللية يعني اللي تحلل الخلايا، أو cytocidal يعني القاتل للخلية. Lysis of the cell is more common response to viral infection. يعني تحلل الخلايا هو أكثر الاستجابات الخلوية للإصابات الفيروسية شيوعاً. هذا النوع سهل أن يدرس في مختبرات المتخصصة بالفيروسات. هذا النوع من التأثيرات يعني دا ينتهي بقتل الخلية أو تحلل الخلية. ميكانيكيات اللي تؤدي لهذا الضرر أو تحلل الخلايا تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات أو الميكانيكيات. كل فيروس ممكن أن يحلل الخلية أو يسبب إصابة قاتلة للخلية
بطريقة مختلفة عن الفيروسات الأخرى. فالميكانيكيات هي أولاً: Many viruses can inhibit host DNA, RNA and protein synthesis such as herpes virus and picornavirus. يعني أول ميكانيكية هي أنه ممكن الفيروس راح يثبط عملية بناء الـ DNA أو الـ RNA أو البروتين الخاص بالوظيف مثل الهربس فيروسز والبيكورنا فيروسز. ثاني ميكانيكية ممكن فيروسات أخرى تستخدمها هي السيل لايسوسوم may be damaged resulting in the release of hydrolytic enzymes and cell destruction. ممكن بعض الفيروسات راح تستهدف اللايسوسوم الموجود بالخلية، فبالتالي اللايسوسوم هو يحتوي على اللايسوزايمز انزيمات الحالة. اللايسوسوم هو الجسيم الحال الموجود بالخلية بداخله الهيدرولايتيك انزيمز اللي هي اللايسوزايمز. من تتحرر داخل الخلية طبعا راح تحلل الخلية وتحطمها. 3. Virus infection can alter plasma membrane through the insertion of virus specific proteins so the infected cells are attacked by the immune system. أيضا ميكانيكية أخرى ممكن أن يستخدمها الفيروس هو عندما يحدث إصابة راح يغير من البلازما ممبرين الغشاء البلازمي للخلية من خلال أن يقوم الفيروس بإدخال أو حشر بعض البروتينات المعينة في الغشاء البلازمي، فبالتالي هذه الخلايا اللي تكون مصابة بالفيروس وقام ب يعني إدخال هذه البروتينات على غشائها الخلوي راح تبدي تهاجمها الخلايا المناعية، لأن الخلايا المناعية راح تشوف إنه هذه الخلية خلية غريبة بها أجسام يعني عبارة عن جسم غريب بسبب هاي البروتينات الموجودة على غشائها البلازمي اللي سببها الفيروس. 4. High concentration of viral proteins such as mumps virus, influenza virus have toxic effect on cells. أيضا التركيز العالي من البروتينات الفيروسية إلها تأثير سام على الخلايا وبالتالي تحللها. 5. Inclusion bodies which are a result of clustering of virion or subunits within the host cell nucleus or cytoplasm disrupt the cell structure such as Negri bodies of rabies virus. واحدة من الميكانيكيات هي الـ inclusion bodies اللي هي الجسيمات اللي تتراكم داخل الخلية، يعني هي عبارة عن تجمع من particles جزيئات أو components مكونات من الفيروس ما تجمعت وشكلت فيروس جديد وإنما تراكمت داخل الخلية المضيفة ممكن داخل نواة أو السيتوبلازم بالتالي تأثر على تركيب الخلية. مثلا في حالة الرابيز فيروس تتجمع الانكلوجين بوديز داخل الخلايا وتعرف باسم النيجري بوديز، يعني النيجري بوديز هي انكلوجين بوديز caused by rabies virus. Number 6. The chromosomal disruption resulted from infection by some viruses such as herpes virus. أيضا من تأثيرات بعض الفيروسات وميكانيكياتها في تحلل الخلايا هو الاضطراب الكروموسومي للخلية مثلا عند الإصابة بهربس فيروس. Number 7. The host cell may not be directly destroyed but transformed into malignant cell. في بعض الأحيان الخلية المضيفة قد لا تتحطم بشكل مباشر، يعني ما يصير بيها تحلل وتحطم بشكل مباشر وإنما تتحول transformed into malignant cell، يعني خلية خبيثة أو ما يعرف بالسرطانات والأورام. طبعا الفيروسات هي عامل مهم وسبب مهم في إحداث السرطانات والأورام وأيضا تحوير الخلايا من خلايا طبيعية إلى خلايا سرطانية. بشكل عام تحلل الخلايا هو صفة مميزة للإصابة بالفيروسات الغير مغلفة naked viruses، ولكن أيضا يوجد بعض الفيروسات المغلفة اللي ممكن أن تسبب تحلل الخلايا.
النوع الثالث من أنواع التأثيرات اللي تسببها الفيروسات على الخلايا هي اللايسوجينيك انفكشن أو البيرزيستنت، الإصابات اللي تكون دائمية أو مستمرة. هي إصابات تنتج من حالة من التوازن الدقيق ما بين الفيروس والكائن المضيف، يعني الإصابة راح تستمر لمدة طويلة جدا من الزمن. بالتالي خلال هذه الإصابات الفيروس يتضاعف، والتضاعف راح يكون مسيطر عليه أو يكون منظم، يعني الفيروس ما راح يكون معدل تضاعفه بشكل كبير وسريع بالتالي يؤدي إلى قتل الخلية، لا، راح ينظم هذا التضاعف بأنه يكون التضاعف والإمراضية يكون بشكل منظم وتوازن يعني ويا الخلية، بالتالي يتجنب قتل الخلايا لأنه الإنتاج المستمر للجزيئات الفيروسية راح يؤدي إلى قتل الخلية. أفضل مثال على الفيروسات اللي تسبب هاي الإصابات هي الريتروفيروسز اللي تسبب مرض الإيدز. هذه الفيروسات ما تسبب موت الخلايا أو قتلها، لأن تحررها من الخلية راح يكون بطريقة التبرعم البودينج، فبالتالي ما راح تسبب تحلل الخلية وتكون هذه الفيروسات مستمرة ودائمية ومسببة إصابة طويلة. ميكانيكيات اللي تلعب دور مهم في الإصابات الفيروسية الدائمية تشمل First, the integration of DNA virus into host cell DNA as occurs with retroviruses, Epstein-Barr virus and human papilloma virus. بعض الفيروسات تقوم بإدخال وحشر DNA الفيروسي إلى داخل DNA الخلوي. هذه الميكانيكية يتبعها الفيروسات الرجعية retroviruses والإبشتاين-بار والهيومن بابيلوما فيروسز. 2. Immune tolerance because neutralizing antibodies are not formed. Example is Rubella virus present during a time of immunological immaturity in development. يعني عدم التحمل المناعي. بعض الفيروسات مثل فيروس الحصبة الألمانية الإصابة بدائمية خلال يعني عدم النضج المناعي، لأن الأنتيبوديز اللي ينتجها الجسم حتى تعادل الفيروس تكون غير موجودة أو غير متكونة، يعني بعد الجهاز المناعي بعده في طور الـ يعني النضج. Formation of virus antibody complexes which remain infectious. ايضا واحدة من الميكانيكيات انه الفيروس يخلي الجسم ينتج antibody virus complexes، يعني المعقدات اللي راح ترتبط الانتيبودي مع الفيروس فتكون هذا المعقد المناعي. Location of infection is within a site not subjected to immune system attack like the virus in the brain. مثلا بعض الاحيان الفيروسات تلجأ لانه تصيب مواقع تكون غير خاضعة لمهاجمة الجهاز المناعي، مثلا الفيروسات من تصيب الدماغ، كأنه الفيروس يختبئ داخل هذا العضو اللي هو الدماغ فبالتالي يتجنب أن يكتشف الجهاز المناعي. Number 5. The rapid antigenic variation like herpes simplex virus 1. من أهم مميزات الفيروسات بأنه هي قادرة على أن تغير المستضدات الموجودة على سطوحها وبشكل سريع، أنه مثلاً الفيروس الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 ممكن أن يلجأ لهذه الطريقة فيسبب إصابات اللي هي تكون كامنة ومستمرة، طبعاً هذا الفيروس المسبب للطمة حمى. Number 6. The spread from cell to cell without an extracellular phase so that virus is not exposed to antibody like in human papilloma virus. ايضا واحدة من الميكانيكيات اللي تتبعها الفيروسات باحداث اصابة كامنة ومستمرة هو انه تنتقل وتنتشر من خلية الى اخرى بدون ان تخرج خارج الخلية، يعني ما عندها طول خارج خلوي، فبالتالي ما راح يتعرض هذا الفيروس لاي انتيبودي ممكن ان يكتشف وجوده ف
يتخلص منه مثل Human Papilloma Virus. آخر ميكانيكية هي الإميونوسبريشن في حالة المرض الإيدز اللي هو The Acquired Immunodeficiency Syndrome. تسبب هذه الفيروسات اللي هي طبعا الفيروسات الرجعية تسبب هذا المرض تثبط الجهاز المناعي في المضيف لأنه هي أساسا تصيب الخلايا المناعية. There are three types of persistent viral infections with clinical importance. توجد ثلاث أنواع من الإصابات الفيروسية مستمرة لها أهمية طبية. أول نوع من الأنواع هو chronic infections أي الإصابات المزمنة. هي عبارة عن إصابات دائمية تستمر لمدة أكثر من 6 أشهر أحياناً. الفيروس راح يتضاعف بشكل واسع بالجسم وأيضاً تظهر أعراض المرض وممكن هذه الأعراض أيضاً تختفي. أمثلة الفيروسات اللي تسبب الكرونيك إنفكشنز هي السيتوميغالو فيروس، إبشتاين بار فيروس وهيومان بابيلوما فيروس والهيباتيتس فيروس. B. The latent infections الإصابات الكامنة. بهذه الإصابات المريض راح يشفى من الإصابة الأولية الـ initial infection. إنتاج الفيروسات أو تضاعفها راح يتوقف، الفيروس راح يبقى صامت في الجسم لمدة طويلة بدون ما يظهر أي أعراض ولا يعني ولا يمكن أنه نكشف عن وجوده بفحص الأجسام المضادة، يعني no symptoms وno antibodies detected. فيما بعد يصير reactivation يعني تتكرر الإصابة أو تتفعل الإصابة to cause acute disease تسبب مرض حاد، يعني تظهر الأعراض وتتكرر مثل عندنا الهيربس فيروس خاصة الجينس الفاريسيلا فيروس اللي يسبب الجدري المائي. يعني عندنا هيربس فيروسز منها جنس الفاريسيلا فيروس اللي يسبب الشينجلز أو الزوستر اللي هو الجدري المائي. أيضا عندنا الهيربس سيمبلكس فيروس 1 تايب 1 نعرفه بالعامية لطمة حمى، يسبب يعني غالبا بمناطق من الوجه حول الفم تظهر تقرحات. تنشيط هذا الفيروس يعني الهيربس سيمبلكس فيروس 1 من يصير عنده هذا الاكتيفيشن بأي وقت ممكن انه يسمح لتضاعف الفيروس وينتقل المنطقة اللي هو ظهر بيها بالوجه على سطح الجلد ويسبب المرض. الفيروس الآخر هي الرابلة الحصبة الألمانية. هذا الفيروس ممكن أنه يكتسب خلال فترة الحمل ويكون كامن، يستمر يعني هو وجوده بشكل صامت أو كامن في الحديث الولادة ما بين سنة إلى سنة ونص، يعني ما بين 12 إلى 18 شهر بعد الولادة. أيضا حالات أخرى الفيروس ممكن يبقى لفترة طويلة جدا بشكل صامت غير واضح بدون أي أعراض تظهر على المريض ممكن قبل أن يحدث هذا المرض، مثل عندنا الـ HIV Human Immunodeficiency Virus اللي يسبب الإيدز. في الإصابات الكامنة الفيروس قادر على أنه يخفض من مستوى التعبير الجيني إليه بأن يكون بحالة خاملة inactive state، ولكن بالحقيقة هو الفيروس أدخل المادة الوراثية الخاصة به إلى داخل المادة الوراثية الخلوية في ما يسمى بالإبيسوم، فبالتالي يسبب هذا الفيروس الكانسر، يعني صار خلل بدورة حياة الخلية بسبب الفيروس فتبدي الخلية تعاني من انقسامات غير مسيطر عليها فراح تسبب بالتالي إلى الأمراض السرطانية والأورام وغيرها. النوع الثالث من الإصابات الكامنة أو المستمرة الـ persistent هي slow virus infection،
يعني هي عبارة عن إصابات تحدثها الفيروسات البطيئة، لأن هذه الفيروسات تسبب المرض وتقدم المرض بشكل بطيء. يعني المرض يعني يحدث بعد أن تتم فترة طويلة من الحضانة، أو فترة الحضانة اللي بيها الأعراض ممكن تأخذ فترة أشهر أو سنين حتى تظهر. مثلا عندنا الفيروس هو الميزلز الحصبة، والجي سي بوليوما فيروس، والرابيز. من أنواع الفيروسات اللي ممكن تسبب slow infection عندنا حالتين. الحالة الأولى هي subacute sclerosing pancephalitis، اللي هو عبارة عن التهاب الدماغ المتقدم، يعني يصير التهاب الدماغ بشكل متدرج على يعني فترة طويلة، لأن هي persistent infection يسببها فيروس الحصبة. يعني measles virus، فيروس الحصبة، ممكن أن يسبب إصابة دائمية ومستمرة بطيئة. هذا الفيروس هو ممكن أن ينتج من طفرة، بدل أن يسبب الإصابة الاعتيادية اللي هي الميزلز، راح يسبب هذا الالتهاب الدماغي. هذا طبعا هو الالتهاب الدماغ المتصلب، السب أكيوت يعني الأقل من أو دون الحاد. طبعا يعني تنتج هاي الحالة من إصابة الشخص بالحصبة، ولكن بعد سنين ممكن تؤدي إلى هذه الحالة. الحالة الثانية من أنواع الـ slow virus infections هي الـ progressive multifocal leukoencephalopathy، يعني اعتلال مادة البيضاء الموجودة في الدماغ، وهذا الاعتلال يكون multifocal متعدد البؤر. اعتلال الدماغ متعدد البؤر المتقدم، تحديداً بيكون بجزء هو المادة البيضاء من الدماغ. هذا المرض حالة نادرة وتكون الإصابة قاتلة، يسبب نوع من أنواع البوليوما فيروسز واللي اسمه الجي سي فيروس. من اسمه هو اعتلال المادة البيضاء في الدماغ، يعني هذا المرض ده يصيب الدماغ. فعادة الأشخاص اللي يكون عندهم كبت مناعي، يعني immunosuppressive